والله انا متحمسه لهالفقره جدا، خاصه يا دكتوره زهره انا قدامك، انا واحده احب اثرثر، ايش المشكله؟ انا احب اتكلم واجد واعبر واقول، ومن اصحى الصبح اتكلم الين ما انام، وين المشكله؟ لماذا هذه الصفه عيب؟ والله لا لا، انا ابغى اقول لك، ظلموا المراه لما قالوا عنها ثرثاره، والرجل اللي عنده زوجه ثرثاره اقول له احمد ربك. صح والله، احمد ربك عندك واحده تتكلم معاك وتحكيك وتجيب لك اخبار الدنيا واخبار العالم والناس واخبار الاولاد والبيت والمشاكل وهنا وهنا، وتحكيك كل شيء. انت كل صغيره وكل كبيره انت على علم ودرايه بها، احسن من الرجال اللي عنده حرمه صامته ما تتكلم، يدخل البيت وهي ساكته، يخرج يحكوه صار كده سوي، والله ما ادري، ما هو كده ما يدري عن حاجه. لكن المراه الثرثاره مواكبه المجتمع، مواكبه الاحداث اول باول. صح صح. طيب دكتوره، ما سمعت، ما دريت، اشوف دائما طول الوقت شوف. ذكرتينا في مسلسل طاش ما طاش، هذاك اللي دائما يجي يجيب العلوم يقول ما دريتها ويكمل كلام. لكن الدكتوره خلينا نتكلم، يعني هل فعلا يعني خلينا نقول اخواننا الرجال ما يحبون هذه الصفه، ولا عندهم يعني تحفظ عليها، ولا انهم يحبونها؟ برايك. شوفي، الرجال حسب يصنفوا، حسب تشكيلتهم. في رجال يحبوا انه المراه تيجي يعني تنقل له الاخبار اول باول وتتكلم معاه، وخاصه لو انه مثلا يحبها يموت فيها، يحب يسمع منها انها تتكلم اي حاجه، بس المهم تكون قدامه تتكلم. في رجال لا، يجي من الشغل راسه مليانه، هو مدووش وتعبان ومصدع، ما يبغى كلمه زياده عن اي حاجه او اي موضوع من المواضيع. علشان كده الرجال هم اللي اطلقوا على المراه مصطلح الثرثاره. ايوه عرفنا السر ده، لان ايوه هم اللي ايوه. اما هي المراه ما هي ثرثاره، بس هو الرجل حسب شخصيته، حسب نفسيته في الوقت اللي هي